المغربي دائما عقد وزير الصناعة والتجارة رياض مزدور اجتماعا مع تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء بمنطقة النوصر، وشهد اللقاء عرضا لأهم منجزات الفاعلين بقطاع صناعة الطيران في المغرب خلال السنوات السابقة، وتقديما لورقة طريق تطوير هذا القطاع الواعد والتي ترتكز أساسا على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والصناعة الخالية من الكربون. هذا اللقاء كان لقاء مع منظومة صناع في مجال الطيران في بلادنا، وهذا القطاع كيعرف عناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الله ينصره. في العالم قطاع طيران عرف أزمة كبيرة اللي خلقت عدد ديال المشاكل اللي جعلت بعض الشركات للإفلاس في العالم، ولكن القطاع في المغرب ما كان حتى شي شركه اللي فلست، بالعكس جلبنا استثمارات جديده اللي خلقوا مناصب شغل جدد وجعلوا من منظومه صناعه الطيران في البلاد منظومه اللي وصلت لدرجه التنافسيه اللي هي رقم واحد في العالم.